من الجميل أن تخلد ذكريات الأجداد وماضي عوائدهم، لا سيما العادات الروحانية منها، وكذا تفاصيل سادها الحب والتكافل. ويظل تماسك الأحفاد بتلك العادات والصفات واحدة من أهم ما يميز الشهر الكريم بحضرموت. هذه الختمات تعتبر عادة للتزاور فيما بين الأرحام والأقارب في مدينة تريم، وتبدأ كل في تاريخ شهر 8 وتنتهي آخر شهر رمضان، في كل يوم مسجد ويعقبه عقبة ويعقبه مسجد. هذه الختمات بدأ الشباب في مدينة تريم بإحياء العادات التراثية القديمة المندثرة في مدينة تريم. هذه العادات التاريخية مثل السوق الشعبي وسباق الهين. فالختومات مستقطبة من ختم القرآن الكريم في شهر رمضان، حيث تتميز هذه العادة الروحانية في مدن حضرموت بطابع تراثي يعيد للأحفاد الماضي المشرق للأيداد ويذكرهم به. التقاليد التي تخص بها المنطقة شيء من التراث القديم، يعني احنا كما نقول أبناء حصن عوض بشكل أو أبناء تريم أو أبناء حضرموت بشكل عام، يقولون نحن نعيش مع الحاضر ونحيي الماضي، هذا من إحياء الماضي. ويحرص منسقي الختم على إبراز الموروث الشعبي الكبير الذي تزخر به حضرموت، كما يحرص المواطنين على حضور فعاليات الختم واصطحاب الأطفال فيها الذين يرددون شعارات وأبيات تعاقب عليها أجيال. وخلال أيام الشهر الفضيل تستمر الختمات من مسجد لآخر وسط حضور وتفاعل شعبي كبير يضيف للشهر الكريم روحانية. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.